رابطه انه في تغيير دوران لب الارض، ده حاجه حصلت بيقول ليها علاقه بالزلزال، الزلزال اللي حصل في تركيا بهذا الرقم بهذه النتائج. فهمنا من الاستاذ نادر انه لانه في الجنوب فسمع بسرعه في سوريا، لكن تسميعه هنا كان لدرجه ايه؟ وهل وارد انه يبقى في توابع وتوابع خطيره ولا لا؟ خليني ارحب بدكتور صلاح الحديدي استاذ قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. مساء الخير يا دكتور. دكتور صلاح مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. دكتور حضرتك سمعت معايا الاستاذ نادر واحنا بنتكلم عن ما حدث في تركيا اليوم. تمام، خليني اقول انه هل ده توقيت زلازل في تركيا؟ هي حضرتك بشكل عام خلينا بس الناس تبقى عارفه اللي بيحصل ايه بالظبط. الزلازل ملهاش مواعيد. الزلازل ظاهره طبيعيه تحصل في اي وقت، وبيجي ذكرها في القران الكريم في عده مواقع في سوره الزلزله وكثير رمطة الارض. فدي ده موضوع طبيعي ولا يمكن ان احنا يعني ان احنا نقف قصاده او هنقدر نمنع حدوث الزلازل بشكل باي شكل من الاشكال. فخلينا نتعامل معاها على ان هي ظاهره طبيعيه، وازاي نقدر ان احنا نقلل من خسائرها. يعني التارجت الاساسي او الهدف الاساسي من علم الزلازل والمحطات الشبكه القوميه المصريه للزلازل، احنا بنسجل على الشبكه القوميه المصريه على اعلى مستوى منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، بتسجل جميع الهزات على مستوى العالم. سجلنا الزلزال بتاع تركيا. فالزلازل بتحصل في اي وقت ودون سابق موعد. تمام. لكن حضرتك البراكين احنا ممكن نتنبأ بحدوثها قبل ما تحصل. لان هي برضه مرتبطه بالزلازل. لان بيحصل قبلها المواد الغرفه الصهاره اللي موجوده في باطن الارض بتحاول تطلع للارض، تطلع للسطح، وهي طالعه للسطح بتكسر في يعني سبحان الله الـ علميا لم يتوصل العلم ل حدوث الزلازل حدوث الزلزال قبل حدوثه. لا، الحاله الوحيده اللي حصلت في 1974 في الصين حصل تنبؤ واحتمال يحصل زلزال، وفعلا حصل اخلاء للمدينه، وفعلا وده كان الجانب العلمي. يعني تنبؤوا من ناحيه الجانب العلمي يعني من جانب علمي توقعه. تمام، مش تنبؤ، خلينا نقول توقع يعني. تمام، الكلمه الاصح. وبعد ما فعلا عملوا اخلاء للمدينه حصل الزلزال، ولما كانش فيه اي خسائر. فطبعا الدنيا هاصت وحصل تنبؤ، وده سبق كبير، والعالم بدا يمشي في سكه التنبؤ بحدوث الزلازل. السنه اللي بعديها بالظبط 75 في نفس المكان حصل زلزال موت 140 الف واحد. تمام، دي يعني رساله. يعني احنا نحاول ان احنا نتنبأ، وبنعمل دراسات كثيره جدا للوصول حتى ولو قبليها بنص ساعه. وبدات الدول ماله، ما هو ده العلم اللي ربنا قال لنا عليه. ان احنا لازم بنحاول. طبعا بنحاول. يعني اقصد انه فكره الزلازل الى الان صعب. حصلت مره بالصدفه، نقدر نقول بالصدفه، او يعني نقدر نقول نجحوا في الصين في ان هم يكتشفوا انه هيحصل زلزال قبل حدوثه بقد ايه يا فندم؟ حضرتك قلت نص ساعه. حصل قبلها باربع ساعات، وعملوا اربع ساعات، يعني هم برضه مش دقيقتين قوي، ولكن في زلزال هيحصل. تمام. احتياطيا عملوا اخلال المدينه كلها، وفعلا حصل الزلزال وما حصلش اي خسائر. والمفروض بقى يعني هم شغالين دلوقتي على فكره العالم كله. العالم كله شغال. ومن ضمن الاجراءات اللي اتخذت عشان يعني تقليل من مخاطره، بيعملوا دلوقتي حاجه اسمها الايرلي وورنينج سيستم. هو نظام الانذار المبكر، بيبقى فيه المحطات بتستقبل الاشاره، بتخش على برامج بتعمل الارض، يا جماعه في حاجه جايه في السكه، زي الحريق كده لا قدر الله، زي المطر ده بيسمى جهاز الانذار المبكر عشان يخبر قبليها حتى ولو بدقائق. يبقى كويس جدا لو نجحنا في هذا الموضوع ان شاء الله. صحيح. مهم كنت اخد الراي العلمي والعالم وصل لفين لغايه دلوقتي من دكتور صلاح الحديدي. بشكرك شكرا.